واليوم أنا كأني عم بشفى من فترة صعبة من الكتاب ومن الرئيس. الرئيس هو حلم طفولي يعني. أوه. أنا وصغيرة لما أنا أقول بدي أصير رئاسة بحب الرئيس كتير. مش مسموح كتير أو مش مقبول. بس اليوم لما أنا شفت شوش فريدمان اسمها صبية عراقية عمرها 65 سنة معلمة بكلية تلحاي بكريات شمونة، معلمة اللي هي عندها مبادئ مخيفة بالحياة وخلت كمان نساء عربيات معي طلعتهن من محل تحت الأرض هيك من الشروش اللي تحت الأرض وخلتهن مع ثقة أكتر مع حب لأجسامهن اللي إحنا دايماً بدنا نكون زي اللعب وزي العارضات اللي موجودات بالسوشيال ميديا وبالفوتوشوب وكذا. اليوم هن بحبوا حالهن أكتر وأنا كمان يعني أنا بحب حالي وصرت أحب حالي أكتر وأكتر وصرت أحس إنه في طاقة هون اللي أنا بدي أمرقها للغير. يعني أنا إحنا تعلمنا إن نمرق ورشات للي عندهم احتياجات خاصة بالرأس، تعلمنا نمرق ورشات للمسنين بالرأس، تعلمنا كمان كيف نمرق للصبايا الصغار اللي بحاجة لثقة اللي هي عن جد بشكلهن وبكذا. كمان نعلمهن رأس مش نرقص بكباريهات، مش هذا الهدف. يعني أكيد العودة للذات، تصالح مع الذات مع الجسد. تخيلت حالي هيك فوق الأربعين وأنا معلمة رأس، إشي كتير حلو. واو حلو.